مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. جينا لفقره دلع كرشك. لا احنا قلنا دلع كرشك دي الاكل الحواده والاكل والولايم كده، انما قلنا الفقرات بتاعه الحلويات دي نخليها كبر في خدك. استغفر الله العظيم. بحس في الكلمه بتانيب ضمير. ابدا هنجرب. جربتوا الموتشي الكوري او الياباني؟ انا حاولت ادور على اصل وعملت ابحاثي على جوجل، لقيت ان هو من الحلويات الاساسيه في كوريا، ولكن هو برضو اصله ياباني. انا هكتب على الفيديو ايه، جربت الموتشي الكوري ولا جربت الموتشي الياباني؟ احنا هنخليها اسيوي، هما كده كده كلهم شبه بعض، فاحنا هنخليهم اسيوي. جربت الموتشي الكوري الياباني؟ المهم يعني يا جماعه الموتشي ده حاجه حلوه كده بياكلوها مدوره وملونه، وسمعت ان هي ايس كريم، انا ما دقتهاش قبل كده خالص، وكمان في ايس كريم كده لونه اسود، سمعت ناس كتير بتقول ده بطعم المرار الطافح، فانا جايه النهارده انا اجرب معاكم ايس كريم بطعم المرار الطافح اكتر من اللي احنا شايفينه في حياتنا. جاهزين للتجربه؟ جاهزين نشوف الحاجات دي سعرها كام عشان سمعت ان هي غاليه قوي، ونشوف طعمها هيبقى عامل ازاي. لايك سبسكرايب فعلوا الجرس ويلا بينا نبتدي. السلام عليكم. الشمس ايه؟ وانا اللي قلت اما الحق انزل قبل ما الدنيا تليل. تليل مين؟ جاهزين؟ ما دورتش العربية، مش عارفة هطلع ازاي من غير ما ادورها. يلا بينا. وانا بفتح مرايات انا بعمل ايه؟ بسوق ازاي؟ يلا يا شباب استنى اسمعكم اي حاجة. انا عرفت ان في محل قريب مني هنا عنده الموتشي والايس كريم الاسود اللي بطعم الكذاب، هنروح نشوفه دلوقتي. انا معرفش هو بيفتح امتى ولا فين مكانه بالظبط وبتاع، هروح استكشف يعني. ايه ده لابسه النضاره والشمس برضو فظيعه. في ايه؟ رافعه الكرسي، لما بنزل البتاع دي بحس ان هي لابسه في وشي. كل يوم بيفوت ويمشي. وها قد وصل. هنزل دلوقتي ادخل استكشف المكان واستكشف مكان الايس كريم فين واجيبه واجي عشان ندوق، يا اما لو ما لحقناش لان خلاص الدنيا هتظلم هطلع ادوق في البيت. انتظروني انا جايه. اقول لا يعني؟ جماعه وانا داخله كده عشان اجرب الموتشي قبل كده. بحبك قوي بجد، بحبك قوي والله، انا مبسوطه قوي ان انا شفتها. هما واقفين بيشبهوا فانا لسه ما اعرفش بقى انا هي ولا مش هي. انا والله الحمد لله انا مبسوطين عشان هشوفك. والله بجد والله انا مبسوطه قوي قوي قوي. بصوا دي الانواع، انا مش عارفه اي حاجه لسه، ودي بيقول لي فريسكا. انا جيت. انا بصوا عايز اقول لكم ان هو كنت طالبه اللي هو الاسود، بس قال لي ان هما كل يوم بيعملوا نكهه معينه، فالاسود ما كانش موجود النهارده، وبعدين الاسود طلع كوكونات. يعني انا خفت، انا كنت خايفه، انا كنت فاكره الاسود ده حاجه بجد وحشه، طلع كوكونات يعني جميل. لون، مجرد لون الاسود ده. المهم يعني ده اسمه زبده القشطه. هو انا ليه الاسم مش عايز يركز في دماغي؟ زرعه القشطه. اوكي، وحط لي البتاعه دي وتناسق كده، وده وافل. وبعدين لما قال لي زرعه القشطه توقعت ان لونها هيبقى ابيض، بس هي طلعت خضراء من حبي في اللون. وده الشكل اللي هو السمكه ده بيبقى وافل. في زروطه هتحصل دلوقتي. يلا ندوق قبل ما تسيح عليا. حسيت ان انا هاخدها من الحضن. في معلقه طعمها تحفه جامد جدا. في حاجات بدات تنقط عليا يا اختي. مفيش مناديل في العربيه، مفيش مناديل في العربيه، مناديل فوق. بس انا كمان جرب دي السمكه ده عامل زي فندوم. الايس كريم رهيب، كان نفسي قوي ادوق الاسود. المره الجايه يا لهوي. بس لقيت فوطه، فاحنا هنعمل عبط وهنحط الفوطه على رجلي عشان ما تبانلكوش ويبقى شكل عره. وانا هسوق ازاي بقى دلوقتي؟ انا لازم اكل كل الايس كريم عشان ما اتبهدلش. جماعه انا بنقط، الحقوني، انا عايزه ادوق البسكويتس. هعمل دلوقتي؟ المهم دلوقتي ان انا هتبهدل. اسوق ازاي بقى وانا كده؟ احط الايس كريم ده فين؟ هنروح بقى البيت ندوق الموتشي هناك عشان المرمطه اللي احنا فيها. جماعه انا اتبهدلت، نسيت اقول لكم، بصوا ده شكل الوافل بس هو عمال ينقط من تحت. اوكي، السمكه الجميله القمر بتاعتنا دي، وتحت الايس كريم بيحط حاجه الاول. سالني عايزه لوتس ولا نوتيلا ولا كذا حاجه تانيين، قلت له عايزه لوتس. يعني البتاعه دي من فوق ايس كريم ومن تحت لوتس. احنا هناخدها واحده واحده. دي موتشي، والموتشي المفروض يتشال في الفريزر فكده هيسيح. احنا عايزين ندوقه وهو حلو وسليم. يلا بينا البيت. بيو. سالته انا كان لازم اتاكد من المعلومه، قلت له هو الموتشي اصله ياباني ولا كوري؟ شت. شت. قال لي ياباني. انه ياباني. يختار. انا عايزه اوصل للبسكوته. اقفلي شباكك وصرخي زي ما انت عايزه.
راسي العربيه متزننه قوي. الخير انا اتهنت يا جماعه. انا ماسكه بالفوطه انا اتهنت. واحنا مش المفروض في الشتاء امال الايس كريم صح بسرعه ليه؟ بس اقول لكم ايه، طعم القشطه دي رهيبه. انا كل ده نفسي اوصل للوافل، نفسي اوصل لللوتس اللي جوه والوافل، كان نفسي اخد بيها صوره ما لحقتش. بوادر اللوتس بدات تظهر. لا دي مش لوتس. قلت دي السمكه. حلو الوافل. حلو قوي. اكلت السمكه حتى زيلوها. الناس الطبيعيه، الناس الطبيعيه لما بتبقى بتاكل ايس كريم في بسكوت بتاكل الايس كريم وبعد كده تاكل بسكوت لحد تحت، ده الناس الطبيعيه. انا اعمل ايه؟ انا اكله من تحت فافتحه من هنا فينقط من فوق ومن تحت. والله غبي والله غبي. انا الحاجات دي ما ينفعش اكلها بره البيت. كفايه كده ان انا لسه اكل موتشي 500000 سعر حراري، روح الجيم عشان احرق 400 سعر ارجع اعوضهم ب 2000 سعر. 2000 ايه؟ انا داخله اكتر من 2000. صبح على الله. انا استمتعت طبعا جامد. يلا الموتشي. الموتشي انا اصلا مليت بطني بالايس كريم بالوافل اللي كلته ده. مات الضمير كله عشانكم. انا بجرب عشانكم. ايه ده؟ عجينه دي ولا ايه دي؟ هو انا قلت لكم النكهات صح؟ بس انا نسيت. بس انا فاكره ان دي اكيد مانجا. ايوه شكلها باين. ايه ده؟ دي عامله زي العجينه. اهي عجينه بصوا. ايه ملمسها غريب. يا ترى طعمها ايه؟ انا خايفه. انا وانا بعمل كده في حاجه باظت على البنطلون، بوظتولي البنطلون. يلا ندوق. بسم الله. دي المفروض اللي هي المانجا. انا مش قادره امسكها من كتر ما هي ساقعه. هدخلكم جوه بقي. استنى. حاجه غريبه، فكاني باكل عجينه وجواها ايس كريم، وعجينه عجينه عجينه نيه. استنى ادوني فرصه ثانيه. هي طعمها حلو بس الملمس غريب. بصوا من جوه اهو، ده تحسيها كده عامله زي الكفر بتاعها ده زي عجين واللي جوه ايس كريم. اوكي بس طعمها حلو قوي. بس اللي هو مستغرباها، انا باكل حاجه غريبه بس طعمها حلو. مش مهم حاجه غريبه بس المهم طعمها حلو. المفروض ان انا بدوق. كفايه. ايه بعده؟ الاصفر كانت ايه؟ هو مالهمش ريحه، يعني مفيش اي ريحه طالعه منها. دي لوتس حلوه. حلوه قوي. كانت دخلت ان انا مش هيعجبني لان برج العذراء. انا اسفه يعني ان برج برضو برج كلب ما بيعجبوش حاجه، لازم في كل حاجه يطلع فيها حاجه. حلو قوي، احلى من المانجا، عجبتني اكتر من المانجا. اللي بعده بقول مالوش ريحه برضو بشم. شوكليت اتوقعت انهم مش هيعجبوني، ده عاش ليا قوي. حلو قوي. اللي بعده الخضره ماتشا دي ولا ايه؟ تطلع بتاع الخضره اللي مع السوشي دي، نسيت اسمها الله يخرب بيتها. دي فستق. فستق حلو قوي. الفيديو اللي ما فيهوش حاجه وحشه ده. الطبق اللي بعده ثلاث الوان، ازرق وبينك وموف. البينك فراوله، الموف كان ايه؟ بس هو بس بيسيح بسرعه. يلا ندوق. دي الفراوله حلوه. بصوا هو طعم الايس كريم اللي جوه حلو جدا. الفكره ان انت ممكن وانت بتاكليه الحاجه اللي تخليكي تقرفي وتتضايقي اللي هو ملمس العجين في بقك كده، فاهمه؟ اللي هو فتحسي انت بتاكلي حاجه غريبه بس عادي، يعني مش متضايقه ان انا جربته. الازرق فانيليا. طب ليه عامله لوك كفر ازرق؟ فانيليا. واخر واحده معانا هنقوم عامل لي جردل شاي اخضر. الموف اليوغرت. حلوه حلوه قوي. ودي كانت تجربتي مع الموتشي. الحقيقه الحقيقه كنت دايما بشوف على التيك توك ناس بتجربها ونادرا لما حد يعجبه، فتخيلت ان هي مش حلوه او ان هي هتبقى غريبه او ان هي مش هتعجبني او كده. هي غريبه بس عجبتني. عجبني اكتر حاجه اللوتس واللي هي اليوغرت كانت حلوه. لا اتبسط، انا اتبسط. كانت الواحده زي ما انتوا شفتوا كده، هو مش فيديو ميك اب بس لقيت الفرشه قدامي. كانت الواحده ب 40 جنيه. كانت تجربه لذيذه اللي اتبسطت بيه قوي قوي قوي. الايس كريم اللي كان في الوافل الحقيقه كان اللي هو كل ما احس ان انا عايزه اكل ايس كريم مثلا لا ده اكله عادي، كان طعمه الحقيقه. انما الموتشي ممكن اكله تاني ولا لا مش عارف، بس ممكن يعني كان لذيذ، كانت تجربه لذيذه. انا ممكن عشان لسه ضربه الايس كريم اللي هو الوافل فممكن شويه واقوم بقى فاهمه اكملهم واكلهم. نروح الجيم بكره الصبح بقى نحرق اللي كلناه النهارده. انا حاسه ان انا بلف حوالين نفسي في حلقه مغلقه. اروح الجيم عشان احرق سعرات، اقوم راجعه واكله، اقوم رايحه الجيم احرق سعرات اللي كلتها. فبلف في نفس الدايره. خلصنا الفيديو بتاع النهارده، قولوا لي حابين اجرب ايه تاني غير الموتشي. واشوفكم فيديو جديد، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام وهتلاقوا اللينكات كلها تحت. وبس كده، واشوفكم فيديو جديد.
باي باي. Thank you.